إحنا ليه بنحب نسمع مزيكا؟ إيه اللي بتعمله فينا؟ معظم الدراسات اللي اتعملت عن علاقة الموسيقى بالصحة بتأكد إنها بتلعب دور فعال في تحسين المود وأحياناً علاج كتير من الأمراض. هنا في أبو الغيط الموسيقى مرتبطة بالذكر، أناشيد صوفية هدفها تحرير النفس والروح من الضغوط اللي بيتعرضوا ليها، ودي الفكرة اللي بدأها الشيخ حسن الغيطاني من يجي 150 سنة وتوارثها أولاده وأحفاده جيل ورا جيل. يا مسبب الأسباب مفيش حد يناديك يا ربي وبتقفل في وجهه الباب إن كان كبير وانحنى ولا لسه شباب أصل العطاء منك انت يا سيدي وبتجعل لكل شيء أسباب لما ترد بالعطاء بتدل الحبيب عالباب لما قالوا لي وده عمك مين أنا قلت عمي الغيطاني أنا قلت عمي ورباني كل الكرامة يا أبو عطا الله عمي يا أبو الغيط حكايات كتيرة بيقولها الناس عن الشيخ حسن عبيد، منها إن الجزيرة دي أيام الحكم العثماني كان فيها ملكة اسمها أنجهاني كانت بتشغل الناس بالإكراه في وصيتها، فلازم الشيخ حسن الغيطان يسأل الفلاحين المأجورين والمأهورين ويتعبد، وده السبب في اسم حسن الغيطاني. ومن الكرامات أو الحكايات الخرافية اللي اتقالت عنه إن أنجهاني حاولت قتله فأمرت حراسها يربطوه بحجر ويرموه في المية، لكن مفاجئ الناس إنه واقف على الحجر فوق المية. المتفق عليه من الحكايات دي كلها إن الشيخ حسن كان بيعزف على صفارة وبيتجمع حواليه المريدين والدراويش. شباب ولا النار إلا بالزيت وسموني يا أبو الغيط نقلولي عيني انت بطل يا حلاوي وادي الكرامة جدي عطال هو جدي محمد الكبير اتجوز بنت مين الشيخ حسن وخلف منه
ابويا واخوه واخته وجماله. جدك عن طريق الام؟ عن طريق ام ابويا. مين مؤلف قصه حسن ابو زيد؟ هو حسن ابو زيد ذات نفسه، هو نفسه اللي مؤلفها. هو اللي كان بيعمله بيمشي، يعني بيقول لك قلب حب جدع درويش واقف على المعدية. كان ماشي في يوم وكان واقف على المعدية والمركبه مليانه درويش، كان رايحين ليل الذكر. هو كان بيعزف صفاره وبيمسك النايه وبينزل في قلب الدوره وبقى يزمر بالصفاره بتاعته. كان الدوره بيتطوح معاه، شاف واحده غريقه خدها وراح دفنها للواحد الدس في القصه. هو ما دي اللي حاصل يعني، هو اللي حاصل هو قاله. ما الحاجات دي بتتقال، احنا ما نعرفهاش، بنعرفناها من الناس اللي بتتكلم، من ناس اللي بتتكلم وهكذا. طب عندي سؤال، ليه دايما او الانشاد بتاعكم مرتبط بالمواجع؟ كلام المواجع ده كل واحد موجوع، مش حد خالي من الهم، صح؟ كل واحد موجوع. بقول كلمه اذا كانت على العليل او الطبيب او البخت او الزمن او النصيب، بيبقى مطابق الحاله اللي عند فلان ده، فجسمه بيستريح. الانشاد بيعالج مريض، بيريح الكبت اللي مكبوت جوه داخله، هو مع التطويح وبيتروح دي الكبت بيطلع منه فبيستريح. طبيب القلوب بالليل ما بنامش، النوم يا فاني وحتى الاكل ما باكلش، بقالي مدة وانا نايم على فرشي. ما تقولي فين الدواء واللي توصفه يمشي، كشف عليا وقال لي بس ما تخافشي، دوا كرفته وكنت انت ما تعرفش، دوا تدور النبي قوم يلا ما تنامش. فقمت من فرشي وطردت اهلي وسافرت عرض الحجاز للهاشم القرش. لما دخلت المقام ورفعت فيه قرشي، لقيت الروضة الشريفة يا بلغة ما وصفش، يا اللي انت قلبك بحب المصطفى مشغول، ومن فوق المال وعلى زيارته ما تبخلش. يلي كولا دايما مرتبطة بالشغل الإنشائي، واخدة وضعها دي في أول حاجة. يعني أنا معايا العود ومعايا كمان، هم بس انا اللي يبقى الشغل عليا انا اكتر، هم بس يا دوب يبقى في يعني تلميح كده بس. الناس بتحبها ولا هي عشان مريحه مثلا؟ لا يعني طبعا بتقول كل حاجه فيها، ام كلثومات وفيها مغرقه الدنيا. الحضره ممكن تقوم على الكولة؟ ما ممكن حضره واحده ما اقوم بيها انا لوحدي. الكولة ومعاك اله ايقاعيه؟ اتنين، لا الطبال والحنات. ايوه المظهر هو اسمها حانة عندنا، المظهر ده بتاع الارتست اللي هم بيقولوا عليه افراح بتاع الافراح. لكن الذكر ذكر، لازم يبقوا اتنين جنب بعض في ال، لا ده على حسب، لو معيش التين اشغل معايا واحد زي محمد يتابعني بس، او انا اتابع محمد هو يقول حاجه انا اقول حاجه، بنونس بعضينا زي كمان جو الاوت كده. Thank you.
حاجات زي كده في ذكر؟ اه طلعت الذكر في الاولانيه واقول المزيكا زي ما انت عايز، واطلع بقى لما نخش في اللغامي قوي بتوع الكمانجه والعود نقول اللي على شغلنا بقى، خش على اصاله وخش على ورده وخش على الخبط بقى معمول وفي الذكر كل ده في الذكر كل ده معجنه في الذكر كله كله في الذكر. قول لي محمد ازاي يعني اتحولت فرقه درويش ابو الغيط من فرقه محليه بتغني في ابو الغيط او في الموالد لفرقه يعني بيقبل عليها الاجانب وعايزين يشوفوا شغلها، ازاي حصل ده اصلا؟ والله هي الشغلانه بتاعتنا دي هي وراثه ابا عن جدا، يعني انا من قديم الازل ولكن كل حاجه بتتقدم، يعني انا موظف وزاره ثقافه فجالي باحثين كتير جدا بيعملوا بحث عن الذكر، فابتديت من هنا هم يقولوا لي ليه يا محمد ما تعملش برنامج وليه ما تقدمش الفرقه بتاعتك، يعني الفرقه جميله احنا بنيجي بنسمع هنا، لا احنا عايزين يعني ممكن انت تجينا ممكن يبقى عندك حفلات في اماكن اثريه في مصر، فابتديت من هنا اعمل برنامج وقدمت الفرقه والحمد لله في نجاح. يعني سافرت بره؟ سافرت كتير جدا. زي ايه مثلا؟ سافرت فرنسا فيه. ايطاليا، رحت تركيا 4 مرات. وتفاعل الجمهور بقى ممكن يكونوا ما بيفهموش الكلام اللي احنا بنقوله ولكن هم احساسهم عالي جدا، يعني هم بيحسوا المزيكا. كانوا العوازل جنبنا كنا بنحب بعضنا قالوا عشنا وملحينا ونسرع الشريك كم سنة نحلب بطه نبينا عابوا فينا ليه احنا عملنا ايه هم اللي عابوا عابوا فينا يا ذا يا زمان الحبايب عابوا فينا يا زمان نسيوا عشرتنا القديمة واللي كان عابوا فينا ليه واحنا عملنا ايه هم الحبايب الحبايب اللي عابوا يا مع إن أبو الغيط رسمياً قرية بتتبع مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية لكنها على أرض الواقع هي جزيرة بتجمع بين المدينة والريف، فيها نمط حياة مدنية بيعيشها التجار والموظفين جنب نمط حياة الزراعة اللي بيعيشها الفلاحين، ممكن تلاقي مدرسة حديثة وبعدها بكام خطوة تلاقي كتاب. صراع الإنسان بين الحياة اللي بيعيشها فعلياً والحياة اللي بيتمنى يعيشها، المقارنة في حد ذاتها بتخليه مضغوط، بتخليه في حاجة للهدوء للصفا الروحي، وده الهدف اللي بتدور حواليه التنورة، رقصة الدراويش اللي بدأها الفيلسوف والشاعر الصوفي جلال الدين الرومي في القرن الـ13 ميلادي وتحولت في مصر لتقليد احتفالي بصاحب الذكر والمديح أو حتى الأغاني الشعبية.
شغال كني مش عايش مع البشريه خالص، انا في حته فوق في السماء. يعني بتبقى بتخليك منفصل عن اللي حواليك؟ تمام، مع المنشد، مع الكوله، مع الالات اللي شغاله. انا حاسس ان انا مش شغال اصلا، انا حاسس ان انا طاير في السماء. طب قول لي الالوان اللي انت لابسها دي، الالوان الكتيره دي، انت يعني عشوائيه ولا ليها دلاله؟ ليها دلاله، كل لون بتعبر عن الطرق الصوفيه، كل طريقه لها لون. الاخضر، الرفاعيه، الاحمر، الاحمديه، الكلام ده كله. بس انتوا اضفتوا التنوره لفرقه درويش ابو الغيط، ما كانتش موجوده في الاول؟ لا كانت موجوده، بس كانت موجوده اللي هي المولويه، لبس المولويه اللي هو الجلاليب الواسعه ده. احنا بقى طورنا مع العصر، دخلنا مثلا التنوره اللي هو الاستعراضي، بنرفع تنورتين فيها تعبيرات، فيها تروس، فيها زي نظام فانوس رمضان اللي هو في شكل فانوس بالظبط. فانوس ده بقى الاستعراض اللي احنا عملناه. ايه الفرق ما بين الشغل الاستعراضي والشغل اللي هو مرتبط بالذكر؟ الصوفي اللي هو مثلا تنوره حبل ماشيه بموجه، ودايما هي مرتبطه باللفه دي بالدراويش. طبعا من ايام الدراويش جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي والجماعه دول، صح كده؟ تمام. انت سافرت بالتنوره؟ انا سافرت، اول حاجه سافرت ملكه البحرين، كانت تبع اسمها مسرحيه قواعد العشق الاربعين، دي كانت مولويه اللي هي الجلاليب الواسعه والشربوش العالي. في مواصفات معينه للاعب التنوره لازم تبقى عنده؟ يعني لازم يبقى جسمانيا مواصفات معينه، النفس خفيف، نفسه يكون بياكل كويس، بينام كويس، ما بيدخنش عشان يعرف يدي المجهود للشغل. ازاي ما تدخش وانت بتلف اللفه دي؟ ده بتبقى تعود وكسره، حاجه اسمها كسر الدوخه. يعني انا من زور انا بلف عيني على حاجه معينه، ما انا لو سبت جسمي مع دماغي مع جسمي هدوخ. دكتورة كوكب مصرية طليانية شغوفة بدراسة الموسيقى الشعبية في مصر، خدت دكتوراه عن السمسمية من إيطاليا، وبتكمل دلوقتي أبحاثها عن موسيقى الذكر، وبالتحديد عن اللي بتقدمه فرقة درويش أبو الغيط. My PhD was about dynamics of identity. So I was following some bands from Port Said, Suez and Ismailia, and looking at the history and the generations of musicians till now, with following mainly the Mastaba Center in Cairo, which is founded by a Port Saidi musician, Zakaria Ibrahim. Through them, I've been invited once in Hadrat Azhar, and then I followed them, and from musician I met other musicians and so on, till I reached to the musicians of Abu Ghait. إيه اللي شد انتباهك مبدئيا في الموسيقى المصرية عشان تدرسيه؟ Actually, we think that we give as granted Egyptian music as a known field, but it's not known at all. There are so many varieties that have not been discovered and explored yet, and especially in religious music and Sufis music, there are so many variations in Delta, in Upper Egypt, in Nuba, and so on, that have not been studied yet. And this specific Zikr and Tariqa Sufiya took my attention because of the unicity of their social practice. Their social practice is mixing and keeping a lot of traditions together. Musically, it englobes both Zikr and Sufi music from the Delta. So we have instruments like the Kawala,
and the hana, so the frame, double frame drum with the rattles, and the rhythm of the zikr, so wahda kabira, for example, but also it includes other genre of music from the Egyptian tradition, like music from zar. يا عالم اللي في ضميري وانت رب قلوب لطفك بكل البشر يا حي يا رحمن تختم لنا بالرضا بحق جاه النبي المحبوب ليا قلب ليا ليا قلب ده وقت الأذان بينادي يا رب ياللي خلقت البشر ياللي ناطق في الحجر ليا ليا قلب أنا ليا قلب ده وقت الأذان بينادي يا رب يا رب يا رب لي Music, Darawish Abugait, like any Sufi music, but I will say also Arabic music, in general speaking, has main object, and the object, like the goal, is to reach a state of trance that in philosophy of music is called Wajd, and we have a lot of philosophers speaking about Wajd, of course, among them the most important is Ghazali. There was also no term of music. Music, it's a Greek word that has been imported. So Arabic language doesn't have a word that gives the same meaning of music. We have Sama, we have so listening, we have Wajd. So Wajd is the core of Arabic music, we can say. And of course, it's the core of Sufi music. So to reach a state of trance, of semi-conscience, through music, through the repetition of specific words, through the repetition of movement, this helps the devotee to detach from material world and get into the immaterial world, get more into something spiritual, making him more close to the divine dimension. هل دي نفسها الأفكار اللي موجودة في التنورة؟ Of course. Darawish, like dervishism, means it is used to indicate a state of detachment from material things. So Darawish is not only the tanura dancer, is also the tanura dancer, but Darawish is the person that goes to Mawalid and goes to pilgrimage and that is living ala Allah, we say, without looking at the material aspect of the life. اعتقاد الناس بان دي كلها حاجات للعلاج. الناس بتروح للفرقة او بتسمع درويش ابو الغيط احيانا بحثا عن علاج نفسي. رأيك ايه انت في المسألة دي؟ This is an important aspect that is common to many cultures. African cultures, Mediterranean cultures, Italian, for example. Italia فيها كده؟ We have Tarantismo, which is a kind of healing, music healing. It's a need, of course, of a human being. And music and body movement helps in releasing a lot of frustration and energies and tensions that we carry through the daily life. طبيب
أنا قلت لا يفلح، أنا قلت يا ناس هاتولي حبيبي أنظروا بالعين، عطف علي النبي وعلمني ألم نشرح عليك سلام الله يا رسول الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا مدد عين على المدد اه يا رسول الله عليك الله الله الله, الله.